لجنة الامتحان لما تكون مذاكر ومش مذاكر، لما تكون مذاكر. السلام عليكم يا اولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله يا مستر. عاوزينها تكون لجنة حلوة كده عليكم كلكم. يا ريت يا مستر. بصوا انا هسيبكم تغشوا بس مش عاوز اسمع صوت، ماشي؟ ماشي يا مستر ما تخافش، انا هوزع الورق دلوقتي، تنجزوا بقى وتغشوا براحتكم عشان نروح بدري، ماشي؟ امسك. لما تكون مش مذاكر. يا رب استرها، يا رب ما فتحتش المادة دي، استرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نهار اسود، قال رسول الله من غشنا فليس منا، فاللي الشيطان هيوز ويغش هقطع له ايده. انا هوزع الورقه دلوقتي ان شاء الله، واللي هلمحه بيغش انتوا عارفين انا هعمل فيه ايه. امسك. استعنا على الشقه بالله، بوريني هتغشوا ازاي بقى. تشيلنا الماده. لما الامتحان يكون سهل بس انت اللي فاشل. انا مش هقول لكم الامتحان جاي سهل قد ايه، بس هو جاي في مستوى الطالب اللي عمره ما فتح الكتاب قبل كده. امسك يا ابن حلو من غير صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، اختر متى كانت ثورة 1919؟ 1919 ولا 1919 ولا 1952؟ ايه الغباء ده، اكيد سنة 1952. السؤال الثاني، من هو فخر العرب الملقب بمحمد صلاح؟ ميسي. السؤال الثالث، ضع علامة صحة او خطأ، رضا الوالدين اهم من رضا ابوك وامك؟ اكيد طبعا، مفيش حاجة اهم من رضا الوالدين. السؤال الرابع، اكمل، تتكون اشارة المرور من ثلاثة الوان هما الاحمر والاخضر و ايه الامتحان ده، انا عمري في حياتي ما شفت اسهل من كده. اشارة المرور احمر واخضر وفيسكوز. خلصت يا مستر. لما ترجع من اول يوم امتحان. يا رب استرها، مع الواد مش عارف اخر ليه. الغزالة شايلة. نعم يا روح امك شايلة. لا يا بابا، قول رايقة رايقة. طمني بقى، عملت ايه في الامتحان؟ لا كله تمام، انا مش عايزك تقلق من حاجة خالص. طب الحمد لله، يعني حليت كويس؟ جدا جدا. يعني تتوقع ممكن تجيب كام؟ انت عاوز كام؟ وانا جاي اشتري بطاطس، عاوز كام ايه؟ انت بالحال بتاعك تجيب كام من 80؟ يعني ممكن انقص شويه. 75 من 80؟ لا شويه تاني. 70 من 80؟ كمان شويه برضه. في ايه يا ابني، مرحلتي ايه؟ اوعى تكون هتجيب 60 من 80. طب خلاص بس انا هريحك، هي عجبت الدنيا كام؟ 7 من 80. ايوه ما ده انت مكسوده. لما عمك يقف عليك في الامتحان. ربنا يستر معانا النهارده، الماده صعبه ومحدش مذاكر حاجه. انا لو سلت في الماده دي بالذات ابويا هيفشخني. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا مستر. الله اكبر، ده عمي يلا. اوعى قفلنا الماده. سكوت يا جاسمه، منك ليه؟ في ايه يا عم؟ عمك ده هناك في بيتكم، لكن انا هنا براقب عليكم، واللي هلمحه بيغش ياخد ورقتك انت. الله، وانا مالي؟ مش انت مش عاوز تتجوز بنت عمك؟ اسقط بقى، انا عندي اصلا في الامتحان وما اتجوزهاش كده. طب امسك الورقه وامنع الكلام. هات، حسبي الله ونعم الوكيل في دي عيله. ما تنساش بقى تكتب اسمك على الورقه. ها، من الحته اللي فوق دي على الجنب. حاضر. كتبت؟ ايوه. وريني بس، انت كده وقعت على عقد جوزك من بنتي، عاوز تغش غش. صدمة كبيرة. لما الامتحان يكون في الاغاني. يلا يا ابني، انت هو كل واحد فيكم يستلم مراته ومش عايز يسمع نفس، انتوا فاهمين؟ امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، اختر، انا شفت واحدة وشفت التانية بس شفتك يا قلب، ده شروق ولا ياسمين ولا منة؟ منة. السؤال الثاني، صح الخطأ، سألت الشيخ وقال حرام؟ حلال، كله حلال معروف. السؤال الثالث، ضع علامة صح وخطأ، هنطيركم من بعيد، جه وقت الهبأ. صح. السؤال الرابع، اكمل، بسبوس عاشق بسة وبيدلعها. بيدلعها ايه؟ بسبوسة. السؤال الخامس، من هو المطرب صاحب اغنية عامل ليه فزلوكة؟ ايوه، نفسي اكل على الغدا شكشوكة وجز. خلصت يا مستر. لما تروح الامتحان وفي حتة ما ذاكرتهاش. انا تعبت من المذاكره. الساعه كام دلوقتي؟ 11. لا انا ادخل انام بقى، ومش لازم يعني اذاكر الحته دي، اكيد مش تيجي في الامتحان. A few moments later. كل واحد فيكم استلم ورقته وركز، ومش عايز كلام كتير. انا الحمد لله مذاكر وقافل الماده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، عرف الحته دي. السؤال الثاني، اذكر بالتفصيل الحبشتكنات المتعلقه بالحته دي. السؤال الثالث، ما علاقه الحته دي بباقي الحتت؟ السؤال الرابع، ما هي مراحل تطور الحته دي على مر العصور؟ لما تظبط المنابع عشان تصحى للامتحان. ما يلا يا ابني بقى، نام بدري عشان امتحانك بكره الصبح. حاضر يا بابا، هقوم اهو. يلا تصبح على خير وانت من اهل. يا نهار ابيض، الامتحان بتاع بكره الصبح وانا لسه ما فتحتش الكتاب. انا اصلا بقى نام الساعه 6 الصبح واصحى من بدري اذاكر.
ايه ده انت قولي مصحيكوا بدري قوي كده؟ بدري ايه يا ابني؟ انت شكل مذاكره كتير اثرت على دماغك. انا برضو. وانتوا من امتى بتفطروا الساعه 6 الصبح؟ فطار ايه يا ابني؟ ده العشاء. الساعه 6 المغرب. صدمه كبيره يا والقلب ديك يا دي جاب حيره قلبي. لما الامتحان يكون صعب بس انت هبيد. بص يا ابني انت هو الامتحان ده اصعب مما يكون، امتحان فايقين وادي داني لو حد فيكم حله. امسك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، ما معنى كلمه سبيل وسلسبيل؟ سبيل يعني طريق وسلسبيل طرطريق. السؤال الثاني، نوع من انواع الحيوانات يقوم بحك انفه من خلال اذنه؟ انفه واذنه. اسلام صاحبي. السؤال الثالث، ما الذي تعرفه عن البحر الميت؟ كان مريض قبل ما يموت، الله يرحمه. السؤال الرابع، اذكر ثلاثه انواع من السمك. السمك المشوي والسمك المقلي والسمك المملح. السؤال الخامس، اين يقع المكان الجغرافي لمصر؟ هنا. خلصت يا مستر. الفرق بين الاولاد والبنات ايام الامتحانات. الاولاد، ايه يا اسطى عامل ايه في المذاكره؟ طمني، عندنا امتحان عربي بكره. يا اسطى عيب عليك، انا مذاكر درسين قراءه وفصل قصه. عاش يا دحيح، هتغششنا كلنا كده بكره بالاوائل يا زميلي باذن الله. اذا كان كده يلا نحتفل ونلعب جيمين بيس. يلا. البنات، ايه يا بنتي خلصت مذاكرة العربي ولا لسه؟ انا خلصت 4 كتب و6 مذاكرات وحليت 53 امتحان. بس انت اكيد بتهزري، انت كده ممكن تسقطي. انا فاشلة، ما تصاحبنيش تاني. اما الامتحان يكون في الاغاني. بص يا ابني انت هو الامتحان سهل جدا جدا، حل على مالك وخمس دقايق وليم الورق. امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، اكمل. انتوا كلكوا على ده على ده على ايه؟ يا عم مش من اولها كده. على الكوتشي. السؤال الثاني، اختر. انا باكل بط، باكل زلطايه مليئه بالرز ولا بالزرط ولا بالزلط؟ زلط ولا زلط؟ زلط ولا زلط؟ خليها زلط. السؤال الثالث، ضع علامه صح او خطا. معلم فخم وليك شيبه. معلم فخم وليك هيبه. غلط. السؤال الرابع، ماذا يحدث اذا قابلت صديق قديم لك بالصدفه ولكن لا تتذكر اسمه؟ بماذا تنادي عليه؟ سي. خلصت يا مستر. المستر بتاعك هو بيحط الامتحان. رقم 13 يدخل. السلام عليكم يا مستر. وعليكم السلام يا حبيبي، عاوز الامتحان ازاي؟ انا عاوز الامتحان من غير نحو خالص. من غير نحو؟ تمام. 150 جنيه. اتفضل. هات. رقم 14. ازيك يا مستر؟ كويس كويس. عاوز الامتحان ازاي؟ يا ريت تكتر من اسئله القصه عشان بحبها قوي. اسئله قصه. تمام. 60 جنيه. اتفضل. هات. اللي بعده. انا بقى عاوز الامتحان كله صح وغلط. معاك كام؟ 200 جنيه. طب ما تحط عليهم 50 جنيه زياده واحل لك اول 10 اسئله. ماشي. اتفضل. هات. اللي بعده. انا معايا 500 جنيه. اتفضل. اسمك ايه؟ يوسف شعبان. يوسف شعبان، ناجح يا ابن، الف مبروك. لما تكون ابن مدير المدرسه. مش عاوز اسمع صوت في الامتحان، الحيوان اللي هلمحه بيغش همرجعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا ابن الاستاذ على الكراسه، طلعها بره. دي كراسه رسمه يا مستر. وانا ايش ضماني ممكن تغش منها؟ طلعها بره. مستر بعد اذنك، معلش مش عارف اسند على التخته، ممكن اي حاجه اسند عليها؟ عليك ماده ايه؟ انجليزي. خد كتاب انجليزي اهو. شكرا. مستر معلش بس شويه ميه. ادي ده في البنيه بتاعتك انا ولا ايه؟ حل يلا. مستر انا عطشان. مانجا وسحلب بالباشا هنا بسرعه. كانت ايه؟ كانت ايه ده؟ لسه مذاكرها الصبح، لقيتها انساها. الحيوان اللي بيغش ورا، هات ورقتك. يا مستر والله بفكر بصوت عالي. انا شايفك بعناية دي بتغش، هات ورقتك. بتقول ايه؟ مش سامعك. مستر معلش بس صوت شويه، مش عارف اغش. ها يا ابني جت السؤال الخامس ايه؟ حاجات مستحيل تحصل في الامتحان. بعد اذنكم يا شباب، اي حد هيبص الفرق اللي جنبه هزعل منه وهخصمه خالص. ماشي. امسك. مستر مستر ينفع اسند على الكتاب ده؟ لا يا حبيبي خد كتاب الماده احسن. اخواتي في حد عاوز اي حاجه؟ انا مذاكر وخلصت الامتحان. اسمعوا يا اولاد، السؤال الخامس رقم 2 هتبقى الاجابه ب. مستر مستر ينفع تغمض عينك عشان اغش؟ اهو يا سيدي غش براحتك. المدرسه بتولع يا اولاد والامتحان اتلغى. هي اجري. لما المستر يستقصدك ويجيب لك امتحان صعب. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا مستر. اهلا. هو انت ده؟ انت يومك حلو النهارده. امسك يا حبيبي الامتحان، وعاوزك راجل وتغش، ولا اقول لك حتى لو غشيت مش هتحل صح. امسك. بسم الله. السؤال الاول، كم عدد شعر بات رجل يبلغ من العمر 60 سنه؟ ايه القرف ده؟ السؤال الثاني، ما هو لون بوكسر سليمان الحلبي قبل ما يتخزوق؟ السؤال الثالث، علل، تم تسميه الاولاس بهذا الاسم. السؤال الرابع، اذكر العوامل التي تسببت في انقراض حيوان البرغوث. لما تكون فاشل في الانجليزي وتروح تمتحن. يلا يا ابني انت هو، كل واحد فيكم هيستلم ورقته ويحل بسرعه عشان خمس دقايق وهلم الورق. طب وهتدلنا ليه من الاول يا مستر؟ عشان الامتحان سهل يا خفيف، ده المفروض ما ياخدش معاك خمس ثواني. امسك. خلصت يا مستر.
السؤال الأول What is your name؟ 160-170. السؤال الثاني Are you donkey؟ لا عارفها دي. Yes of course. السؤال الثالث How old are you؟ كانت علينا دي في ابتدائي. كانت How old are you؟ I am fine thank you. السؤال الرابع Are your dad man woman baby؟ بيبي. انا ابويا راجل مش بيبي. تبقى woman. خلصت يا مستر. لما تسرق الامتحان من بيت المستر. تمام كده يبقى وروني بقى تنجحوا ازاي. يا ترى شايل الامتحان فين؟ مش هنا. دي اوضه النوم يبقى اكيد شايله هنا. ندور هنا في الدولاب يا رب الاقيهم بسرعه قبل ما يصحى. هو لقيتهم اخيرا هنجح في الامتحان وهو يجيب له ايفون. ايه ده انا فين؟ يلا يا شباب فاضل 5 دقايق ولم الورق. لما ابوكي راجع لك ليله الامتحان يا ابني على شمالك جنب الصخره. انت يا ابني مش عندك امتحان بكره؟ قوم اتنايل ذاكر وسيب الزفت اللي في ايدك ده. يابا انا لسه جاي من حصه المراجعه وكله تمام ما تخافش. بجد؟ طب قوم هات الكتاب اراجع معاك انا شويه. حاضر اتفضل اهو. تمام بص بقى معاك 10 ثواني هسالك فيهم 5 اسئله عاوز اجابات سريعه ومن غير تفكير. تمام جاهز. السؤال الاول من الذي حرر مصر؟ اللي طفى المروحه. من هو قائد الحمله الفرنسيه؟ كريم بنزينا. من قائل هذا النص؟ الشاعر. جمع امراه نسوان. بما صور الشعر هذه الابيات؟ بسامسونج جيت ويند. صدق الله العظيم. لما تسهر ليله الامتحان عشان تذاكر اكيد طبعا المذاكره ما تحلاش غير ليله الامتحان. يعني ولا هذاكر طول السنه ولا ليله الامتحان؟ وانت فاكر انك تقدر تخلص المنهج ده كله في يوم؟ 3 ساعات وحياتك والمنهج يكون خلصان. ماشي يا عم الدحيح بس اوعى تنعس وانت بتذاكر. ما تخافش عامل حسابي. ربنا يوفقك. هجيبك في شواليه ماده. A few moments later. تخرب بيت امك. الامتحان يلا الساعة 10. الامتحان